أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد نحو عام ونصف من الإقامة في الرياض. وصلت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من المناطق المحررة. المصادر الحكومية أوضحت أن مغادرتها الرياض تعتبر عودة نهائية إلى عدن لتمارس مهامها من داخل البلاد بعدما بقيت أغلب الفترة الماضية في السعودية. عودة الحكومة جاءت بعد أيام من قرار الرئيس عبدالربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى مدينة عدن وتعيين قيادة جديدة له. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأول، ما دلالة عودة الحكومة إلى عدن بشكل نهائي في هذا التوقيت؟ والثاني، ما هي الأوراق التي باتت الحكومة تملكها وما مدى قدرتها وإمكانيتها في فرض نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي من العاصمة المؤقتة عدن على جميع المحافظات المحررة؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. الحكومة الشرعية في عدن، عودة أخيرة ونهائية لإدارة المحافظات المحررة بحسب توجيهات الرئيس. تقول الحكومة إن عودتها هذه تحدي وجودي يتعلق بمستقبل الشرعية وقدرتها على إرسال تطمينات لليمنيين ودعوتهم للالتفاف حولها لإنجاز مشروع الدولة المختطفة، وهو كذلك والأمر أيضا مرحلة جديدة تدخل فيها المعركة منعطفا آخر وسيلته القدرة على إثبات حجم التواجد على الأرض وعدم الاتكال على منطق العودة المظفرة بعد القضاء على الانقلابيين. عودة الحكومة جاء بعد أيام قليلة فقط من قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة للانقلابيين وسحب ما تبقى من الاقتصاد الوطني من تحت بساطهم. عام ونصف خارج البلاد، فترة كافية لتعود الحكومة لممارسة مهامها من الداخل وملامسة هموم ومشاكل الناس جراء استمرار القتال في عدد من الجبهات ومعالجة الاختلالات في المناطق المحررة التي تزايدت وتفاقمت بسبب غياب أدوات الشرعية فيها وبقاء مساحة الفراغات متاحة للمشاريع المشبوهة. ليست المرة الأولى التي تعود خلالها الحكومة إلى عدن، لكنها العودة المحمولة على أكثر من سؤال: هل ستكون الحاسمة فيما يتعلق بتثبيت الأرضية التي تقف عليها؟ وهل ستتحول عدن إلى عاصمة حقيقية تؤدي دورها على أكمل وجه؟ أسئلة كثيرة لا تحضر في أذهان المحللين والمراقبين بقدر حضورها على ألسنة الناس العاديين. أما وقد اتخذ قرار نقل البنك إلى عدن، فليس على الحكومة أن تظل مسترخية في الرياض وخارج اليمن، ويجب أن تصاحبها استعدادات لوجستية كبيرة، في مقدمتها المسألة الأمنية، تليها السيطرة التامة على مفاصل القرار في المناطق المحررة، خصوصا بعدما شهدته عدن من ارتباكات كبيرة على كل المستويات. لعل الحكومة أدركت خطر التداعيات هذه بعد أن تأكد لها مؤخرا أن ممارسة مهامها من خارج البلاد أضعف موقفها وأبطأ من وتيرة تسريع إعادة بناء ما تم تخريبه خلال عامين من الانقلاب. إذن مشاهدينا الكرام، بداية نرحب بضيفي عبر الهاتف الصحفي عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير سيد عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. الحكومة أستاذ عبد الرقيب أعلنت أن هذه العودة بحسب المصادر الحكومية أن هذه عودة نهائية، ما الذي تحتاجه هذه الحكومة لكي لا تضطر لمغادرة عدن مرة أخرى، خاصة وأن الوضع هذه المرة مختلف؟ يعني هناك بنك مركزي تم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. بكل تأكيد يعني أعلنت الحكومة أكثر من مرة عن عودة إلى عدن وعادت، ولكنها تراجعت وغادرت البلاد. نأمل ويعني نعتقد أن القرار الشجاع والقوي الذي اتخذه رئيس الجمهورية بنقل المركز المالي إلى عدن، نقل البنك المركزي إلى عدن، يتطلب انتقال الحكومة من المنفى إلى العاصمة المؤقتة
كي تدير البلاد ومصالح المواطنين، وتكون من هنا من داخل الأرض اليمنية المحررة التي تحدث اليوم عنها وزير الإعلام أنها 80% من الأرض اليمنية تحت السيطرة الشرعية. بالتالي لم يعد هناك من مبرر، لم يعد هناك من يعني لم يعد مقبولا أن تبقى الحكومة خارج أراضيها المحررة. انتقال البنك المركزي اليوم ربما يطوي المشكلة التي كانت التي تحدثت عنها الحكومة كثيرا، وكانت صريحة في حديث رئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسبب نقص الموارد، عدم قدرة الحكومة على فعل شيء بسبب غياب الدعم. اليوم البنك المركزي ها هو في عدن، وبالتالي عليها أن تدير الموارد والإمكانات المالية الموجودة في البلد وفي المناطق المحررة وهي كثيرة، وتقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الوطن وتجاه المناطق المحررة. عليها أولا أن تعزز من الجانب الأمني. اليوم سمعنا عن محاولة لاستهداف البنك المركزي في منطقة كريتر في حي القطيع من قبل سيارة مفخخة أوقفتها الأجهزة الأمنية قبل أن تنفذ العملية. هناك أوراق، سيتحرك الإنقلابيون مستميتين لكي يعبثوا بالمناطق المحررة أكثر مما عبثوا في الوقت السابق. سمعنا قبل يومين عن استهداف أنابيب الغاز في شبوة، سيتحركون لمحاولة إرباك إفراغ هذا القرار من محتواه ومن نتائجه على الشعب، محاولة إفشال الحكومة. ولذلك عليها أن تعزز من الجانب الأمني على انتقال البنك المركزي إلى عدن، يتطلب تغييرا شاملا في أدوات السلطة المحلية وفي تفكيرها وفي أساليبها التي تقود العاصمة المؤقتة عدن. عدن لكل اليمنيين، عدن فيها المركز المالي اليوم لكل اليمن، وبالتالي على تلك الأصوات المشاريع الصغيرة، على تلك الممارسات الغير وطنية أن 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 تختفي وأن يتم الحسم تجاهها. ما لم فإذا سارت عدن بنفس الآلية السابقة، بنفس التصرفات الميليشاوية وبعض التصرفات الأمنية الشوهاء التي تعمل بأسلوب مناطقي وبعقليات عنصرية، ستفشل هذه الخطوة، ولا معنى الانتقال للبنك المركزي الذي يمثل يحمل مصالح كل اليمن من أقصى إلى أقصى. طيب أستاذ عبد الرقيب، ما هي الفترة المناسبة لعمل تقييم للحكومة؟ اليوم الحكومة تصل وإن ليس بكامل الأعضاء، هناك من لديه مهمات خارجية أساسا مثل وزير الخارجية، لكن ما هي المدة المطلوبة لأن تعمل فيها الحكومة لأن يتلمس المواطنين مدى كفاءتها في العمل حتى يتم الحكم على نجاح هذه التجربة، عودة الحكومة إلى عدن؟ تلقائيا المواطن العادي سيقف نهاية الشهر الجاري، أي بعد أيام قليلة ينتظر راتبه الشهري. ما لم تعمل الحكومة على إيصال راتبه الشهري ستكون هي الغريم، وستكون بنظره لا تحمل المسؤولية ولن تكون على قدر تطلعاته وآماله. اليوم الرئيس هادي في الخارج والتقى مسؤولين في البنك الدولي، هناك تحركات قوية، تحركات سياسية في إطار يعني أن يكون القرار قرار نقل البنك المركزي فاعلا وطور التنفيذ ويحقق مصالح الناس. نهاية الشهر ليس هناك وقت أو متسع، نهاية الشهر المواطن ما لم يجد راتبه الشهري سيحكم على الحكومة بالفشل وستتبخر آماله، وليس هناك من متسع من الوقت. طيب برأيك ما مدى قدرة الحكومة على فرض نفوذها السياسي، فرض نفوذها الأمني، كذلك النفوذ الاقتصادي خاصة مع قرار نقل البنك المركزي
على عدن وكذلك على بقية المحافظات المحررة وفقا للعوامل التي تراها الآن، سواء من اجتماعات لرئيس الجمهورية أو كذلك اجتماعات التي قام بها رئيس الحكومة قبل وصوله إلى عدن؟ يعني صار واضحا أن الحكومة عقدت لقاءات وترتيبات لعودتها النهائية، ونأمل أن تكون النهائية، ومعيار أن تكون نهائية هي ما ستنجزه على الأرض، ما ستحققه لصالح الناس، لصالح الأمن والاستقرار. هناك الكثير من المقومات. أقول أن الحجة السابقة التي كانت تتحجج بها الحكومة وتهرب من مناطقها المحررة كانت هي الإمكانات. اليوم المركز المالي في عدن، وعليها أن تدير وأن تتحمل المسؤولية بشجاعة، وأن تواجه المشكلات وأن تعمل على حلها، سواء المشكلات الأمنية، سواء ملء الفراغات التي تركتها طيلة عام ونصف من البعد في المنفى. عليها أن تتحمل المسؤولية بجدارة وأن تملأ هذه الفراغات. لديها من الإمكانات، لديها من الجيش الوطني، لديها من المقاومة الشريفة التي تريد أن تعمل وتبحث عن أن تخلق نموذجا في المناطق المحررة. عليها أن تستثمر الإمكانات الموجودة، والأهم أن تتوفر الإرادة الكاملة أن تصنع شيئا للوطن، وأن لا تذهب هذه الانتصارات التي حققها الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة في تحرير هذه المناطق الشاسعة من الوطن اليمني، أن تتحمل المسؤولية وأن تكون لديها إرادة الإنجاز، وستنجز بإذن الله. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الرقيب. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم. أهلا بك سيد عارف. يعني يطرح وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بهذا الوقت تساؤلات حول دلالة التوقيت، ماذا بعد العودة؟ برأيك ما هي يعني مدى قدرة الحكومة على فرض النفوذ بشكل كامل في عدن وبقية المناطق المحررة، وكيف سيكون أداها في المستقبل القريب من وجهة نظرك؟ أولا، عودة الحكومة اليمنية إلى الداخل مسألة كانت في غاية الأهمية، لأنها تدرك جيدا أن الشرعيات لا تصف ولا تبقى، وأن هيبة الدولة سوف تتآكل مع مرور الزمن. وحكومة الدكتور بن دغر تحملت على عاتقها هذا العبء. ولا ننسى أن قلنا أفضل 86 يوما قضاها الرئيس منذ بداية هذه الحرب هي تلك 86 يوم التي قضاها الرئيس في عدن، إضافة إلى أن الدكتور أحمد بن دغر قضى في عدن 52 يوم وتحمل فيها مخاطر شتى. الآن حين تعود الحكومة إلى الداخل اليمني، أولا هي سترتبط بالأرض والإنسان، سترتبط بالأماكن المحررة، بالأماكن التي لا يزال فيها اشتعال النيران مثل تعز. مقاومة تعز بحاجة إلى سند خلفي لهم، بحاجة إلى ظهر يعودون إليه. وجود نائب الرئيس في مأرب يؤدي دورا استثنائيا ومهما جدا للمقاومة في صنعاء وفي مأرب وعلى تخوم العاصمة بالكامل. هذه العودة إلى الداخل مسألة في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك أن الحكومة الآن ذهبت إلى عدن ولديها ملفات كثيرة جدا وملفات معقدة. من هذه الملفات هو الملف الخدمي. الناس بحاجة إلى أمن وإلى استقرار وإلى مدارس وإلى مستشفيات وإلى طرقات وإلى كهرباء وإلى مياه وإلى صرف صحي. هذه على الحكومة تتحملها بالكامل. إضافة إلى ذلك، الحكومة ستتحمل ما يتعلق ب سنشرف إشرافا مباشرا على مسألة استيعاب البنك المركزي بعد أن نقل إلى عدن لموارد الدولة اليمنية. هناك موارد تأتي من النفط والغاز وتقدر ب 80% من ميزانية الدولة، إضافة إلى 20% تأتي من الضرائب والجمارك وقاعدة المنافذ. هذه كلها تعود إلى البنك المركزي، والآن الحكومة بحاجة إلى أن تشرف عليها وتوزعها التوزيع الآمن والعادل، وتؤدي رواتب موظفي الدولة في كل القطاعات في كل اليمن، لأنه هناك كانت تخوفات في مسألة ماذا عن رواتب المحافظة الشمالية، ماذا عن مستحقاتها، ماذا عن ميزانيتها بعد أن نقل إلى عدن، بعد أن كان هناك ممارسات خاطئة وكثيرة. الآن الحكومة سوف تعود الداخل، والناس متفائلين كثير بعودة الحكومة، متفائلين أكثر بالشخصية الوطنية والمسؤولة للدكتور أحمد بن دغر.
طيب الآن هناك من لا يبدي حماسة لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن باعتبار أن هذه العودة لم تكن الأولى، سبق أن عادت الحكومة أكثر من مرة لكن في نهاية المطاف سافرت. ما الجديد؟ ما الأسباب أو العوامل الموضوعية الجديدة في هذه المرة برأيك؟ الجديد هذه المرة أولا أن البنك المركزي انقلب بالكامل، وبدون البنك وبدون الحياة وبدون المال وهو عصب الاقتصاد وهو عصب الحياة لا تستطيع أن تتصرف ولا تستطيع أن تفعل وتنطلق بأي شيء. الآن ستعود الحكومة ولديها موارد الدولة من النفط والغاز، ولا تنسى شيئا مهما وهو إذا كان النفط والغاز يشكل 80% من ميزانية الدولة فإن هذه المادة الخام تأتي من المناطق المحررة بالكامل من مأرب وشبوة وحضرموت، بما معنى أن الإنقلابيين لا يسيطرون على شيء منها. إضافة إلى ذلك مسألة الجمارك والضرائب إلى حد ما متوفرة في تلك المناطق. الآن الحكومة سوف تعود الداخل اليمني وسوف تعمل على استيعاب كل مشكلات الوطن، وعودتها إلى الداخل تثبت للعالم أجمع أننا أصحاب قضية وبأننا أصحاب حق وبأننا نمارس مهامنا من على الأرض اليمنية. وهذه خطوة في غاية الأهمية، ويكفي أنهم استطاعوا إجبار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا اليوم للاعتراف للموافقة على أن يكون البنك المركزي اليمني مقره الرئيسي عدن. الآن ستكون كامل الاستيعاب إضافة إلى استيعاب أموال المانحين والمقرضين وللصناديق السيادية. المانحين اليمن سوف تعود كلها إلى الداخل اليمني، وهناك مباشرة أو إدارة شبه كلية سوف تكون للحكومة في الداخل. وأعتقد أن هذه المسألة سوف يتبعها قرارات جدية، منها ما يتعلق باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجانب العسكري والتحرير وتحديد ساعة الصفر للانطلاق نحو صنعاء وغيرها، ومنها ومتعلق بتحرير تعز، ومنها عودة الرئيس هادي نفسه الذي حسب علمي سوف يكون يذهب بين الحين والآخر إلى تعز وإلى عدن ومأرب والمكلا. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عارف. أعود إلى أستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ عبد الرقيب، هل تبين إلى الآن أين ستقيم الحكومة خاصة في حال عادت مؤسسة الرئاسة إلى عدن؟ كذلك هناك كانت أحاديث عن عدم وجود أماكن أو بنية تحتية كافية لاستقبال أفراد الحكومة بأكملهم. هل هناك تأمينات يعني أو ترتيبات أمنية جاهزة إلى الآن لاستقبال الحكومة وهذا العبء الأمني الكبير الموجود في محافظة عدن أو العاصمة المؤقتة عدن؟ المكان المقرر في الغالب هو القصر الرئاسي في معاشيق، وهو يتسع لأفراد الحكومة والرئاسة، يعني مؤهل، تم تأهيله من قبل التحالف و تم ترميمه وإعادة تأهيله. المشكلة الأمنية في عدن يعني ليست، أقصد أن إذا وجدت الإرادة الأمنية الإرادة الصادقة لإيجاد وضع أمني صحي في عدن ليس بالمستحيل. عدن عبارة عن مناطق ومربعات صغيرة مغلقة. منطقة كريتر والتي يقام فيها القصر الرئاسي هي عبارة فيها يعني منفذان صغيران من السهل التحكم بهما. المديريات الأربع كريتر وتواهي وخور مكسر هذه تربطها طريقان، يعني بمعنى إجمالا أن الجهد الأمني إذا ما وجد وكان صادقا وحاسما يستطيع أن يؤمن عدن هذه التي قسمت جغرافيا إلى مناطق صغيرة وبواباتها محصورة ومعدودة، وإذا توفرت الإرادة سيكون هناك نجاح ويعني أثر وستتعافى من هذه الاختراقات. لكن مشكلتها أنها فيها تعدد للسلطات، هناك سلطة المحلية وهناك سلطة موازية تسمى بالحزام الأمني لا تخضع للسلطة المحلية، هناك مكونات وميليشيات لا تخضع للمنطقة العسكرية. هذه الفراغات أو هذا التعدد أوجد الكثير من الفراغات والاختراقات التي عبثت بعدن خلال الفترة الماضية. أقول أن نقل البنك المركزي وجود الحكومة إذا ما وجدت الإرادة وحسم الأمر الأمني سينجز بشكل يسير، ولكن عليها أن تجمع هذه الرؤوس في ظل قيادة أمنية فاعلة وقوية، أن تتخلص من الأمراض والممارسات
التي رأيناها خلال السنة والنصف، وهي لا تمثل العاصمة ولا تمثل الشرعية ولا تمثل اليمن ولا تمثل المناطق المحررة. طيب أستاذ عبد الرقيب، باعتبارك أنت الآن في عدن، ما هي الأولويات التي يجب على الحكومة أن تركز عليها خاصة في الفترة القريبة القادمة بالنسبة للمواطن في عدن وفي بقية المناطق المحررة أيضا؟ بداية المواطن الآن وهو يسمع وهو يتابع خبر عودة الحكومة يتمنى أن يلمس تغييرا إيجابيا في الخدمات. الكهرباء هذه المشكلة التي طالت واستطالت ولم نجد لها حسم. اليوم الناس يكتوون بالحر ونحن الآن على مشارف انتهاء فصل الصيف وسيتعدل الجو. الكهرباء يجب أن ترفد وأن تصبح هذه الخدمة حتى يلمس الناس تغييرا. المشكلة الأمنية يجب أن تكون أولوية. بدون أمن، بدون استقرار، بدون أمان لا تنفع الخدمات، ستتعرض للتدمير. حياة الناس ستكون في خطر، الموارد ستكون في دائرة الاستهداف، والانقلابيون سيرمون بكل ثقلهم بكل أوراقهم لكي يحبطوا ولكي يفشلوا جهود الحكومة. الخدمات والمشكلة الأمنية على رأس هذه الأولويات. نعم. ثم تأتي بعد ذلك بقية المتطلبات. أشكرك صحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وأعود إلى السيد عارف أبو حاتم المحلل السياسي. أستاذ عارف، وجود أكثر من سلطة إن صح التعبير تحت، تسمعني أستاذ عارف؟ عفواً عيد الشغل. نعم، أقصد أن وجود أكثر من سلطة كما تحدث السيد عبد الرقيب الهدياني، وجود سلطة السلطة المحلية وكذلك سلطة الحزام الأمني، الآن هناك أيضا سلطة الحكومة، هناك أيضا متوقع أن تأتي سلطة الرئاسة، وجود أكثر من سلطة يحتم موضوع التنسيق، ما مدى إمكانية التنسيق و يعني وضعه في سياق يخدم المواطن اليمني في هذه الفترة، ما مدى قدرة الحكومة على ذلك؟ السلطة المحلية هي تعمل وفق قانون السلطة المحلية الذي سنته الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني وجميع مرجعيتهم إلى الرئيس اليمني. أعتقد أنه لا يوجد هناك تعارض، وأعتقد أنه هناك الآن حسن نوايا، وأعتقد أنه لا يمكن أحد، لا للمحافظ ولا للحزام الأمني ولا لأحد بإمكانه أن يفعل أو يدير تصرفات خارج إرادة وسلطة الحكومة اليمنية وخارج ما تدعيه الشرعية اليمنية والقيادة الشرعية. أعتقد أن هناك تنسيق كان في هذا الجانب، ولا يجب أننا تأخذون المخاوف أكثر، يعني حتى نحبط الناس في الداخل اليمني. الآن سوف تعود الحكومة ومعكم أربع سلطات وأربع جهات وأربع أربعة أجهزة أمنية. هذه مسألة أعتقد أنها خاطئة كثير جدا، ولا نخوف، قاعد عندنا نبعث رسائل طمأنة للداخل اليمني أن حكومته شرعية عادت، وأن سلطته في عدن هي أيضا سلطة شرعية تعمل وفق القانون اليمني ولا تعمل وفق قوانين جاءت من الخارج، وأن ولاءها هو لقيادتها الشرعية ولحكومتها الشرعية وليس ولاءها لأيديها خارجية. وأعتقد أن هناك قوة التحالف في عدن أيضا هي تمثل سندا أمنيا كبيرا للحكومة وتعمل على تثبيت الأمن والاستقرار، وهذه بالأخير مجمل هذه الأشياء تصب في خدمة المواطن اليمني في المحافظة الجنوبية الذي طالما اشتكى من زعزعة الأمن والاستقرار وتردي الخدمات المعيشية في كل الجوانب. طيب بسؤال أخير سيد عارف، الآن الحكومة باتت في عدن وإن بشكل يعني ليس كل أفراد الحكومة هم في عدن الآن، البنك المركزي بات الآن في عدن، هناك أوراق باتت تملكها الحكومة بشكل متزايد، هل باتت مساحة التحرك أو الفراغ الذي يمكن أن تتحرك فيه الحكومة أكبر في مواجهة الانقلابيين من أي وقت مضى؟ طبعا وجد المال أنت الآن حين تنزع البنك المركزي من يدهم، معنى ذلك أنك تخوض حرب تحرير العاصمة بأكثر من وسيلة، والوسيلة الاقتصادية هي الأكثر فاعلية من السلاح. الآن هم مختلقين اقتصاديا، وإلا وقف سيدهم بالأمس يشحط 50 ريال لكل مواطن للبنك دعما للبنك المركزي، وهو الذي نهب مع جماعته 5 مليار دولار في ظرف 18 شهرا. الآن الحرب الاقتصادية قوية عليهم، وأعتقد أن على الحكومة أن تثبت حسن نواياها وتدفع رواتب كل موظفي الدولة اليمنية باستثناء من أصطفوا إلى جانب الميليشيات الإنقلابية ومن اتخذوا سلوكا عدائيا ضد وطنهم، خاصة من العاملين في السلك العسكري والأمني، يجب أن توقف رواتبهم، لأن هؤلاء
الصفين ضد دولتهم ويأخذون هذه الأموال ليستقون بها على دولتهم وعلى قيادتهم الشرعية وعلى قتل أبنائهم وإخوانهم اليمنيين. أعتقد أن سلاح المال الذي هو الآن بيد الدولة وسلاح الاقتصاد هو الجانب الأكثر أهمية والأكثر حيوية، وأعتقد أنه سوف يحاسب صنعاء أكثر مما يحاسب السلاح. أشكرك المحلل السياسي عارف أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما أشكر جميع السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات زميل محمد القاسم منتج الحلقة وكذلك بقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.